بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ان شاء الله يبقى اول فيديو في الكمبيوتر اورجانيزيشن، مادة كمبيوتر اورجانيزيشن. حابب بس في البداية كده ندي مقدمة بسيطة كده عن المادة ومدى اهميتها ويعني هندرس فيها ايه. تمام. طب بما اننا بنتكلم عن الكمبيوتر اورجانيزيشن، فخلينا الاول نفهم الكمبيوتر. تمام. كمكونات الكمبيوتر بيتكون من ايه على مستوى الهاردوير؟ طبعا بنتكلم مستوى الهاردوير، عارفين طبعا الكمبيوتر فيه هاردوير وسوفت وير، والهاردوير هو كل ما هو ملموس في الكمبيوتر فهو هاردوير، وكل ما هو لا يرى او لا يمكن ان انا اشوفه بعيني او امسكه بايدي فهو سوفت وير. احنا بنتكلم دلوقتي على الكمبيوتر كهاردوير. الكمبيوتر كهاردوير بيتكون من ثلاث اجزاء اساسيين. الجزء الاولاني هو السي بي يو، وهو ده مخ الكمبيوتر، وهو ده اللي بيعمل عملية المعالجة. والجزء الثاني هو الميموري، وده اللي بنخزن فيه البروجرام اللي هيتنفذ. تمام. اي برنامج عندي ما باجي انفذه ما بيتنفذ اثناء ما هو موجود في الميموري. تمام. اخر جزء هو موجود عندنا هو الانبوت انبوت، الانبوت اوتبوت، وده الجزء المسؤول عن عملية التفاعل ما بين الكمبيوتر بتاعي والعالم الخارجي. طيب لو احنا بقى دلوقتي يبقى احنا فهمنا ان المكونات الاساسية الموجودة في الكمبيوتر هي السي بي يو، وهو المعالج، هي اي حاجة فيها بروسيسنج بتتم هنا في المكان ده. الميموري هي المخزن اللي بحط فيه البرنامج اللي هيتنفذ. الانبوت اوتبوت هي الوسيلة المستخدمة عشان يبقى فيه تفاعل ما بين الكمبيوتر والعالم الخارجي، زي بقى الماوس والكيبورد والشاشة والبرنتر والحاجات دي كلها تعتبر انبوت اوتبوت ديفايسز يعني. تمام. طيب الميموري مقصود بها هنا ايه؟ المقصود بالميموري هنا في الحالة بتاعتنا ديت هي الرام، الراندوم اكسس ميموري. تمام. اي حاجة يا جماعة شغالة بترن يعني، ها، بتبقى موجودة على الرام. تمام. طيب البرنامج بتاعنا لما بيتنفذ خطوة خطوة، سطر سطر، لما كنا بنكتب في البرمجة كل جملة بتنتهي سي في كولون، ده يعتبر انستراكشن او سطر في البرنامج ده، بيروح للسي بي يو يتنفذ في المرة الواحدة، لما يخلص بناخد اللي بعده واللي بعده وهكذا. يبقى فايدة الذاكرة هي الاحتفاظ بالبرنامج اللي شغال، اللي انا عملت عليه دبل كليك يقوم يفتح في يتخزن فيه الرام في الميموري. انا لما اقول ميموري بقصد بيها الرام. تمام. طيب السي بي يو بقى نرجع له تاني، لان هو ده المهم عندنا قوي واللي هندرس فيه مكونات كتير قوي بالتفصيل في الترم ده ان شاء الله. اول مكون واهمهم هو الاي ال يو، اللي هو بيعمل ايه بقى يا جماعه؟ الاي ال يو بيعمل الارثماتيك اللي هي العمليات الحسابيه، واللوجيك اللي هي العمليات المنطقيه. عشان كده بيسموه ارثماتيك لوجيك يونت، وبالتالي هو المسؤول عن اي عمليه حسابيه او منطقيه. العمليه الحسابيه زي الجمع والطرح والانكريمنت والديكريمنت، دول الاربع عمليات الاساسيين اللي من خلالهم يمكن استنتاج باقي العمليات الاخرى. والعمليات اللي هي اللوجيك زي الاند والاور والاكس اور والنوت، دول برضو الاربع عمليات اللوجيك الاساسيين اللي يمكن من خلالهم استنتاج باقي العمليات الايه المنطقيه. كل اللي بيقوم بالعمل الحاجات ديت مين؟ الاي ال يو. احنا ان شاء الله خلال الترم بتاع ده هنشوف الاي ال يو ديت متصممه ازاي من جوه، وازاي بتتعمل، وكل المحتويات بتاعتها فروم سكراتش. يعني هنبدا ازاي نعمل عمليه حسابيه زي الجمع، بعد كده ازاي نعمل طرح، ازاي نعمل جمع وطرح، ازاي نعمل انكريمنت وديكريمنت، ازاي نعمل كل حاجه في الاوتوماتيك يونت واحده باستخدام مجموعه من الاذرز. يعني مثلا مجموعه من الفول اذرز مش لكل عمليه، لا، هي نفس مجموعه الاذرز هتستخدم على مع كل العمليات. المكون الثاني هو الكنترول يونت، وده برضو المفروض ان احنا بندرسه بالتفصيل بالانواع بتاعته، اللي هو بيتحكم في الوقت والكيفيه والمكان اللي بتتنفذ فيه اي عمليه بتتم في الكمبيوتر بتاعي. الوقت والكيفيه، الكيفيه، العملية دي بتتم منين لفين، يعني هو من الاخر المانجر بتاع اي عملية حسابية بتتم. اولا هو بيشوف الاكواد اللي انت كاتبها، يعملها ديكودينج يعني يفهمها، بعد كده يشوف يبدا يامر الاي ال يو بان هو يشغل اجزاء معينه اللي هي موافقه للامر اللي مكتوب في البرنامج. يبقى خلي بالك البرمجه، البروجرامنج، انا بكتب اهوت البروجرامنج، فايدته ايه؟ فايدته ان انا ببعت رساله، ها،
للال يو يشغل مين دلوقتي وما يشغلش مين دلوقتي. يبقى تاني البروجرامنج اللي احنا اتعلمناه قبل كده فايدته ان انا بكتب اوامر اقول له مثلا A زائد B. ده معناه ايه يا جماعه؟ يبدا الكنترول يونت يشوف العلامه الزائد دي، تمام؟ الكود بتاعها علامه بتاع علامه الزائد ده، الكود ده بيبدا يشغل اجزاء في ال يو اللي هي بتعمل عمليه الجمع. يبقى انت دورك في البرمجه ان انت بتشغل اجزاء معينه في السي بي يو وبتعطل بقيه الاجزاء عشان تنفذ امر معين اللي انت اصلا كاتب الكود بتاعه في البرمجه. يبقى البرمجه بتؤمر الهاردوير يشغل اجزاء معينه ويطفي اجزاء ثانيه. طيب اخر جزء او اخر مكون من مكونات السي بي يو هو الريجسترز، تمام؟ ايه الريجسترز ديت بقى يا جماعه؟ الريجسترز دي المكان اللي بحط فيه القيمه اللي هيتم عليها عمليه. يعني مثلا انا بجمع A زائد B، فمثلا نحط الA في الريجستر، قيمه الA في الريجستر وقيمه الB في الريجستر، عشان ابدا اقول للA يو اجمع القيمتين اللي موجودين في الريجستر الاولاني وفي الريجستر الثاني. طبعا الريجسترز في السي بي يو بيبقى لها مسميات، يعني ممكن مثلا لازم ده اسمه R1 مثلا وده اسمه R2. في بعض الريجسترز بيبقى فيه بعض قصدي السي بي يو بيبقى فيه ريجسترز مسماه باسم معين، يعني اكيوميليتور مش عارف اللي هو اي اكس او بي اكس او سي اكس، يعني بيبقى لها مسميات محدده، تمام؟ ويعني مجازا ممكن نقولها R1 وR2 مش هتفرق معانا دلوقتي، تمام؟ فدي مكونات الايه السي بي يو. لو احنا نزلنا شويه بالمكونات هنلاقي ان الاي ال يو ده بيتكون من يعني الاي ال يو عشان ابنيه بيتكون من ادرز اللي هي الفول ادرز يعني بتاعتنا، تمام؟ ولو دخلنا جوه الادرز ديت هنلاقي ان هي بتتكون من لوجيك جيتس، تمام؟ يبقى في الاخر لوجيك جيتس، ولوجيك جيتس دي بتتكون من اخر في اخر حاجه، يعني اخر حاجه بتتكون منها او اقل منها شويه اللي هي الترانزستورز، تمام؟ يبقى ممكن نقول ان وحده بناء الكمبيوتر ها هي الترانزستورز، تمام؟ لان الترانزستور ده ليه حالتين، اون يبقى واحد واوف يبقى زيرو. عشان كده اي حاجه بنحاول نبعتها للكمبيوتر لازم تكون في صوره واحد وزيرو اللي هي الباينري او الماشين كود بتاعنا اللي احنا ايه اللي احنا عارفينه قبل كده، تمام؟ يعني ده باختصار شديد كده الكمبيوتر اللي احنا المفروض هنشتغل عليه لازم نبقى فاهمين المكونات بتاعته. حابب برضو اقول حاجه كده على السريع عشان نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. الميموري ليها انواع، تمام؟ في برايمري وفي سكندري. في برايمري ميموري وفي سكندري ميموري. البرايمري ميموري هي الميموري الاساسي. طيب في ناس تقول لك الميموري الاساسيه ديت اكيد الهارد ديسك، اقول لك لا، الميموري الاساسيه مش الهارد ديسك خالص. الميموري الاساسيه هي مثلا الرام والروم، والميموري الفرعيه اللي هي السكندري ديت ممكن نلاقي الهارد ديسك، ممكن نلاقي مثلا الفلاش ميموري اللي هي الحاجات الحديثه بقى اللي احنا ايه دي كلها سكندري ميموري. يعني الاساس هو ده، هو اللي هو الرام والروم هما البرايمري ميموري اللي ما ينفعش الكمبيوتر يشتغل من غيرهم. يعني الرام ديت راندوم اكسس ميموري، والروم هي ريد اونلي ميموري. طبعا الرام دي الروم تم طبعا فيها تحديثات كتيره اللي هي ممكن بقى تتمسح وتكتب فيها تاني، بس طبعا دي بتبقى معلوميه الشركه المصنعه اللي بتخزن فيها حاجات زي البايوس والبوت لودر والحاجات اللي هي بتشتغل في بدايه تحميل الجهاز وكده. يعني الرام دي اللي تهمنا، دي اللي بيتخزن فيها البرامج اللي بتشتغل، تمام؟ هنقول دلوقتي يعني عايزين نفرق كده ما بين البرنامج انستولد، يعني برنامج متسطب انستولد، تمام، وبرنامج بيرن، تمام؟ ايه الفرق ما بين برنامج متسطب وبرنامج بيرن؟ دي برضو حاجه مهمه جدا عايزين نفهمها كويس جدا، تمام؟ تمام. يبقى البرنامج الانستولد ده بيبقى حاجز مكان في الهارد ديسك. طب ليه يا باشمهندس بيبقى في الهارد ديسك مش في حته تانية؟ هقول لك عشان الهارد ديسك بيحتفظ بالداتا حتى لو الباور لو قفلنا باور وفتحنا تاني هنلاقي البرنامج ايه موجود. بس مشكله الهارد ديسك ان هو بطيء جدا،
خلاص. فلو انا جيت اشغل، خلي بالكم بقى كلمه اشغل، يبقى انستولد يعني متسطب، يعني اقفل الجهاز وافتحه الاقيه موجود، الاقيه يشغل حيث في الهارد ديسك. يعني لما افتح السي بروجرام فايلز الاقي فولدر محجوز باسم البرنامج ده موجود في الهارد ديسك، اقفل وافتح اقفل وافتح يبقى موجود متسطب. انما الرن بقى ايه؟ لما اروح اعمل دبل كليك كده على البرنامج ده يبقى هو دي في الحاله دي بيبقى ايه؟ رن. رن يعني ايه؟ يعني اتنقل من الهارد ديسك راح فين؟ في الرام. راح فين؟ راح في الرام. طب ليه في الرام؟ قال لك عشان الرام ايه؟ سريعه، ها، عشان يبقى فيه سرعه في الاداء. تمام. هتقول لي طب ليه ما نخليش هارد ديسك زي الرام؟ هقول لك الرام تكنولوجيا التصنيع بتاعتها مكلفه، واقول لك برضو ان الرام بتتصنع هي عباره عن الكترونيك في الاخر، يعني عباره عن مجموعه من الترانزستورز. تمام. اما الهارد ديسك فهو شغال ميكانيكال، زي فكره الجرامافون بتاع الافلام الابيض واسود زمان، اللي هو عباره عن استوارات وقارئ كده بموجات مغناطيسيه والكلام ده كله، فهو في الاخر موتور وبيتحرك والكلام ده. طبعا الموضوع ده يعني اتطور كتير في الاس اس دي والكلام ده، بس يعني مهما كان برضو ان الهارد ديسك في الاخر عمره ما يبقى بنفس سرعه ولا تكنولوجيا تصنيع الرام. وزي ما احنا شفنا يعني واحنا عارفين ان الرام بتبقى مثلا 8 جيجا بتبقى سعرها اغلى من هارد ديسك كتيره مثلا، نتيجه ان هي ايه؟ تكنولوجيا التصنيع بتاعتها صعبه ومكلفه. طيب، طب يعني خلينا برضو اخر حته في حته المقدمه دي برضو نقول هو كده يعني الداتا ماشيه منين لفين. هو يعني الهارد ديسك ايه دوره، بعد كده الرامات ايه دورها، وبرضو سمعنا حاجه اسمها كاش، وفي حاجه اسمها ريجستر قلناها من شويه. هقول لك ان الداتا كلها، الداتا ككل، البرامج بتاعتك ككل متسطبه، بنحطها في الهارد ديسك. تمام. اول ما نقول ان احنا عايزين نعمل ران لبرنامج معين بننقله بقى من الهارد ديسك لمين؟ للرام. يبقى البرنامج ككل في الرام. تمام. طيب برضه عشان بقولنا معلومه ايه كامله، في ليفل كده اعلى شويه من الرام او اسرع من الرام اللي اسمه الكاش ميموري، ودي بتبقى موجوده انترنالي في السي بي يو. يقول لك الكاشات بتاعتي 6 ميجا مثلا. ايه ده 6 ميجا؟ انت قصدك ميجا ولا جيجا؟ لا ميجا. تمام. يبقى 6 ميجا مثلا دي الكاشات. ايه الكاشات بقى ديت؟ انت دلوقتي مشغل برنامج معين، خلاص الجزء في البرنامج اللي عليه الدور في التشغيل بيتنقل فين؟ في الكاش. كل ده الهدف منه ايه؟ ان انا اعمل اسرع الدنيا. الكاش طبعا سرعتها اعلى بكتير جدا من الرام، فبنقل الجزء الحيوي اللي انا شغال عليه دلوقتي في البرنامج جوه الكاش. طيب الجزء اللي احنا اخدناه من الكاش ده بقى باخده سطر سطر وابعته ايه؟ ابعته في الريجسترز عشان ايه؟ في الاخر يتنفذ وهو في الريجستر. تمام. يبقى الهارد ديسك بيسلم الرام، الرام بتسلم الكاش، الكاش بتسلم الريجسترز. كل ما احنا ماشيين كده كل ما الحجم بيقل، الحجم يقل، السرعه تزيد. تمام. الكوست تزيد برضه. يعني طول ما انت ماشي في اتجاه الرام والكاش والريجستر، وكل ما انت رايح طبعا انت كل ده في الاخر يعني بيهندل السي بي يو عشان ايه؟ الدنيا تبقى اسرع، يعني الاي ال يو تحديدا يعني. تمام. لو كلمنا تحديدا يبقى الاي ال يو هو اللي بينفذ يعني، فهو بينفذ على حاجه موجوده في الريجسترز، والقيمه اللي موجوده في الريجسترز جايه له من الكاش، والكاش جايب من الرام، والرام جايب من الهارد ديسك. فدي من الاخر كده السيكونس بتاعت الميموري ككل اللي موجوده في الجهاز عندنا. دي كانت مقدمه بسيطه كده علشان نفهم بس الموضوع ماشي فين. واحنا من الماده بتاعتنا، طبعا الماده بتاعتنا دي مهتميه بايه؟ مهتميه بالسي بي يو ومكوناته، سواء اي ال يو او كنترول يونت. طبعا الريجستر دي اخدناها ايه قبل كده في ماده اللوجيك ديزاين. تمام. هنتكلم شويه عن حاجه اسمها يعني في الباب الاول مقدمه كده لحاجات بسيطه، حاجه اسمها الريجستر ترانسفير ستيتمنت. ايه ريجستر ترانسفير ستيتمنت؟ ديت لغه بتعبر عن العمليات اللي بتتم، اللي ممكن تتم ما بين الريجسترز وبعضها. يعني مثلا عمليه نقل داتا، عمليه حسابيه معينه ما بين تو ريجسترز. زي ما احنا اتكلمنا من شويه ان الريجسترز هي الاماكن اللي موجوده في السي بي يو، المخازن اللي موجوده في السي بي يو اللي بيتم عليها عمليات معينه. خلاص. فخلي بالكم اي حاجه هتتم جوه السي بي يو فهي هتتم داخل ريجسترز. تمام. احنا عندنا اي اطراف، الاطراف العمليه ايه؟ عباره عن مثلا طرف اول مثلا A مثلا زائد B والناتج مثلا يتحط في C. لو اتكلمنا الكلام ده
كعمليه حسابيه. هو لو ده الكلام ده جه يتطبق مثلا جوه ريجسترز بتاعت السي بي يو، فنقول مثلا ار واحد ده ريجستر هيتعمل عليه عمليه حسابيه ارثماتيك اللي هي اد مع ار مثلا 2، والناتج مثلا يتحط في ار 3. دي كده اسمها ريجستر ترانسفير ستيتمنت، تمام، ان في عمليه حسابيه بلس عمليه نقل داتا من في الناتج يعني بتاع العمليه في الاخر هتحط في مين؟ في ار 3. بس خلينا مثلا نفهم ان اي عمليه بتتم جوه السي بي يو لازم ليها حاجتين، لازم ليها حاجتين، خلي بالنا من الحته دي عشان مهمه جدا. اول حاجه اسمها اللود. ايه اللود؟ اللود هو الكونديشن او الشرط اللي المفروض يتحقق عشان العمليه دي تتم. تاني، اي عمليه بتتم جوه السي بي يو، تمام، لازم لها لود او كونديشن اور، يعني هما الاثنين نفس الحاجه، خلي بالنا، يعني نسميه لود نسميه كونديشن هما حاجه واحده. اللي هو من الاخر كده بنحكم الوقت، الوقت اللي هتتم فيه العمليه، تمام، الوقت اللي العمليه دي هتتم فيه. طب الوقت ده محكوم بايه؟ بشرط. لو الشرط ده اتحقق العمليه هتتم، خلاص، لو الشرط ده اتحقق الكونديشن او اللود ده بقى موجودين العمليه هتتم، غير كده العمليه مش هتتم، تمام. الحاجه الثانيه اللي لازم تبقى موجوده برضو الكلوك. الكلوك ده يعتبر المحرك اللي موجود في السي بي يو اللي بيخليه ينفذ العمليات تباعا سيكوينشال، يعني كل ما عمليه تخلص ها ينفذ يجيب العمليه بعدها. الكلوك لو تفتكروا اللي هو كنا بناخده زمان ده، اللي هو في نوعين منه، البوزيتيف ايج تريجر والنيجاتيف ايج تريجر، اللي هو العمليه بتتم اثناء الايه عند الايدجز مثلا، كل ما تيجي ايدج من الـ يعني هنا في عمليه تتم وهنا في عمليه تتم وهكذا. وسرعه الكلوك يعني هي المحدده لسرعه البروسيسور، يعني كميه العمليات اللي هو بيعملها في الثانيه الواحده. يقول لك مثلا انا جبت بروسيسور مثلا التردد بتاعه 2 جيجا هرتز، يعني ايه؟ يعني ده بيطلع 2 مليون بلس ها في الثانيه. طبعا احنا عارفين بقى على حسب نوعه يجي عند كل ايدج مثلا بوزيتيف او نيجاتيف، ويبقى فيه فرصه ان العمليه تتنفس في الوقت ده، يبقى هو الدافع او المحرك ان العمليه تتم. يبقى خلاصه الكلام، عشان اي عمليه تتم جوه السي بي يو بتاعي لازم لي حاجتين يبقوا موجودين، الكلوك واللود او الكونديشن. خلاص، لازم يكون لي في بلس من الكلوك موجوده، بلس ان في كونديشن معين او يعني حاجه معينه لازم تتحقق عشان العمليه دي تتم جوه السي بي يو، تمام. فخلينا نشوف كده مثلا في الشيت بيقول لنا ايه. بيقول لي مثلا هنا بقى بيقول لك ايه، كانك انت ديزاينر، انت هتصمم الهاردوير اللي هينفذ العمليه دي. بيقول لي شو ذا بلوك دايجرام اوف ذا هاردوير، تمام، ذات امبلمنت ذا فولوينج ريجستر ترانسفير ستيتمنت. خلاص، طيب، زي ما احنا شايفين كده الجزء ده، خلي بالك الجزء ده هو العمليه الاوبريشن اللي هتتم، تمام، اللي هو زي ما انت شايف كده. خلينا برضو نتكلم عنها اكتر هنا عشان نوضح الدنيا اكتر. انت عندك الجمله فيها جزئيتين مهمين، خلاص، يعني جزء على الشمال وكولون وجزء على اليمين. الجزء اللي على اليمين ده ها العمليه الاوبريشن اللي هتتم، خلاص، تمام، والجزء اللي على الشمال ده الشرط الكونديشن، او ممكن نسميه حاجه تانية اللي هي ايه بقى احنا قلنا من شويه برضو اللي هو اللود. يبقى يا كونديشن يا ممكن نسميه برضو ايه لود، اللي هو زي ما احنا فهمنا كده من شويه. يبقى في عمليه تتم، وادي الكولون ده اللي على شمال الكولون ده الكونديشن او اللود اللي لو اتحقق العمليه ايه تتم. فاحنا عندنا مثلا ايه اهو، يبقى عندنا المفروض كده ايه واي تي 2، تمام، واي تي 2 اهو، واي تي 2 وادي كولون، وهنا كاتب لك بقى ار 2 ار 1 كوما ار 1 ار 2، تمام. طبعا في بعض القواعد بقى لكتابه الريجستر ترانسفير ستيتمنتس، طبعا اللي هو مثلا ايه السهم ده لما يكون في عمليه ترانسفير، راس السهم ديت بتكون في اتجاه طبعا ده الديستنيشن، تمام، وده السورس. خلاص، دي حاجات كلها بديهيه معروفه يعني، بس برضو في حاجه مهمه لازم تبقى فاهمها. ده طبعا السورس اللي هو ار 1
و ار2 الديستنيشن زي ما احنا قلنا. طبعا انتوا فاهمين لما انقل قيمه ار1 في ار2 ايه اللي هيتم؟ قيمه ار1 هي اللي هتتغير. طب اسف ار2 هي اللي هتتغير، يعني الديستنيشن هو بس اللي بيتغير والسورس ما بيتغيرش. اما انت ما بتعملش كات، انت بتعمل كوبي، يعني النسخه اللي موجوده في الار1 ما زالت موجوده، انا خدت بس نسخه منها قيم، يعني نسخه مماثله ليها وحطيتها في ار2، يعني ار1 قبل العمليه وبعد العمليه لم تتغير زي ما هي. تمام. طيب يبقى خلي بقى زي ما احنا قلنا الجزء اللي على اليمين ده هو العمليه، الجزء اللي على الشمال ده ايه؟ الكونديشن. يبقى المفروض عندي تو ريجسترز ار1 وار2 في عمليه ترانسفير هتتم ما بينهم، ولكن العمليه ديت متوقفه على مين؟ على الكونديشن ده ان هو يتحقق. طيب الكونديشن ده يا جماعه مكتوب واي تي 2، يبقى المفروض في مثلا المفروض يعني عشان يبقى محددين اكتر يبقى في دوت، لو ما فيش هي موجوده ضمنيا معروفه يعني، يبقى كده كان الايه؟ القيمتين دولت اندد مع بعض. خلي بالك الكونديشن بيبقى دايما لوجيك، الكونديشن دايما بيبقى ايه؟ لوجيك. يعني لو لقينا مثلا في المكان الكونديشن ده اكس زائد واي، ما نقولش ان اكس هتنجمع على واي، لا، في الحاله دي الزائد هتبقى ايه؟ معناها اور. يبقى دايما الكونديشن بيبقى ايه؟ لوجيك. خلاص. طيب جميل جدا، تعالى بقى كده نشوف ايه اللي هيتم هنا. اهو ادي ما جيت ارسم، ادي ار واحد المكونات بتاعتي، ادي ار واحد وادي المكون الثاني ار اتنين. تمام. احنا اتفقنا ان في كلوك، لازم يبقى في كلوك عشان العمليه تتم، ده احد ده اول حاجه لازم تتحقق، يبقى في كلوك. تمام. الحاجه الثانيه يبقى في لود. تمام. طيب في حاجه مهمه برضو لازم نقولها، اللود بيتحط فين يا جماعه؟ اللود اهو نكس في الحته دي قوي مهمه، اللود بيتوصل مع مين؟ مع الديستنيشن، دي قاعده مهمه جدا، اللود بيتوصل مع الديستنيشن، يعني مع المكان اللي هيستقبل الخارج بتاع العمليه، يبقى اللود بيتوصل على الديستنيشن فقط. خلاص. طيب تعالى كده نشوف احنا ممكن نرسم، يعني خلينا ناخد احنا اول واحده ديت نرسمها مع بعض كده، وفي الاخر نبقى نشوف ايه الرسومات الموجوده في الحلول يعني. تمام. اما نيجي نرسم يا جماعه هنعمل ايه؟ اول حاجه نرسم المكونات الاساسيه. قال لك في الجمله اللي عندك في ار1 ريجستر وادي ار2، اتفقنا ان مكون اساسي لازم يكون موجود اللي هو مين؟ الكلوك. خلاص. طيب بعد كده هنقول ايه بقى؟ اسهم بقى، ده الكلوك طبعا اتفقنا عليه، اسهم ار1 ار2 بتدي الار1 الاول، يبقى دي سهم اهو. خلاص. بعد كده ار1 هي كمان بتدي الار2، فتقريبا بيحصل سواب. جميل جدا. باقي حاجه مهمه جدا ايه هي؟ الحاجه الثانيه بقى عشان العمليه تتم اللي هي اللود. اللود عندي عباره عن ايه؟ واي و تي 2، قلنا كلوجيك العلاقه ما بينهم ايه؟ اند. تمام. طيب بعد كده اللود ده هيتوصل فين؟ على الديستنيشن. لو لاحظت في الجمله بتاعتي هتلاقي ان الار 1 ديستنيشن وبرده الار 2 ايه؟ ديستنيشن، فاللود هيتوصل مع الاثنين. تعالى كده نشوف الحل بتاعنا اهو، يبقى دي واي وتي 2 اند، واللود بتاعي متوصل بالاثنين، وادي كنترول وادي الاسهم. طب وايه ان ديت؟ ان بت ديت اللي هو السايز بتاع الريجستر، طالما ما حددلكش سايز معين ها يبقى انت تقول له ان، لو قال لك سايز معين تكتب الرقم البيتس او عدد البيتس اللي هو قايل لك ايه؟ قايل لك عليه. تمام؟ زي ما انتم شايفين كده سهم طالع من ار1 لار2 وسهم طالع من ار2 لار1، لان زي ما انتم شايفين في الجمله كان موجود ان ار1 هيدي لار2 وار2 هيأدي لار1. طيب دي مسألة تانية بنفس يعني عايز نفس الكلام، بس يعني عايز نفس الرسمة يعني، ولكن المطلوب مختلف. قال لك ايه؟ ان انت عندك مجموعة من الريجسترز، تمام، من ار0 لحد ار5، المفروض ان هم هيبقوا هيتوصلوا ار0 ار1 وار2 وار3 هيتوصلوا مع 4 في 1 لاين مالتيبلكسر. طبعا انتوا عارفين المالتيبلكسر بيدخل له ان من الانبوت ويطلع اوتبوت واحد، ماشي. والفيفث ريجستر ده تقريبا هيكون الـ يعني الاوتبوت بتاع المالتيبلكسر متوصل بيه. تمام. بول اتش ريجستر از 8 بيتس، طالما قال لي 8 بيتس يبقى اي حاجه اي يعني اي سهم متوصل بالريجسترز ديت يبقى لازم اكتب عليه رقم 8 اللي هو عدد البيتس يعني. بول از ريكوايرد ترانسفير Transfers are dedicated
باي 4 تايمينج فاريبلز من تي 0 لحد تي 3. يعني في التايم 0 دي العمليه اللي هتتم، في التايم 1 دي اللي هتتم، في التايم 2 ده اللي هيتم، في التايم 3 ده الايه اللي هيتم، اللي هم دول الاربع العمليات بتاعتي. بوليز ذا تايمينج فاريبل ار ميوتشوالي اكسكلوسيف which means that only one variable is equal to one. يعني بيقول لك تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 واحد فيهم بس اللي بيبقى واحد في الوقت الواحد. اهو بيقول لي at any given time بيبقى واحد فيهم بس اللي موجود بقيمته الواحد. بيقول لي while the other 3 are equal 0. بيقول لي draw the block diagram show the hardware implementation of the register transfer include the connections necessary from the four timing variables to the selection input of the multiplexer to the load input of register R5. طبعا هو عاملها هنا زي ما يكون RS بس هي R5 يعني. طيب لو احنا لاحظنا هنا عندي المكونات ايه؟ خمسه ريجسترز. جميل، دي اول حاجه. تاني حاجه ان الديستنيشن في كل الحالات هو عباره عن R5 خلاص، ولكن في الحاله الاولى بيكون السورس ار 0، في الحاله الثانيه بيكون ار 1، في الحاله الثالثه بيكون ار 2، في الحاله الرابعه بيكون ار ايه ار 3. طيب زي ما احنا متعودين الموضوع بسيط يا جماعه، ما نتخضش من الرسمه، هنقولها واحده واحده بالراحه وببساطه. اهوت عندي هنا ار 0 ار 1 ار 2 ار 3، دول الريجسترز اللي ممكن يكونوا سورس، رسمتهم جنب بعض عشان هما الاثنين هما الاربعه تحت كاتيجوري واحده، ان هما دايما بيبقوا سورس، واحد فيهم في الوقت معين بيكون سورس. وار 5 رسمته في الطرف الثاني لان هو دايما بيكون الديستنيشن. جميل، وهو قال لي ان الريجسترز دي متوصله بالمالتيبلكسر 4 في 1 خلاص. طيب وخارج المالتيبلكسر هيتوصل بار 5. المالتيبلكسر يا جماعه بقى وظيفته ايه؟ ان هو يختار واحد من الاربعه دول يتحط في الايه في الار 5 بس، دي كل الفكره. طب المكونات اللي موجوده الثانيه دي عشان ايه؟ زي ما احنا اتفقنا إيه عشان يعني الاوبريشن تكتمل خلاص، عشان الموضوع يبقى اوتوماتيك يعني من الاخر. طيب خلينا كده برضو نحاول نتكلم في دي برضو هنا عشان حاسس ان الناس ممكن تتخض من الرسمه، فممكن نبداها مع بعض ايه واحده واحده. مبدئيا كده المالتيبلكسر عايزين نعرف حاجتين مهمين، مكونين مهمين جدا اللي هم المالتيبلكسر، المالتيبلكسر، وكمان حاجه اسمها انكودر، مهم برضو ان احنا نبقى ايه عارفينه، وممكن نقول كمان الديكودر. دي حاجات اساسيه لازم نبقى عارفينها عشان نستخدمها. المالتيبلكسر يا جماعه مثلا وليكن الدخل بتاعه ممكن يبقى ايه اربعه، شيء اربعه، او ممكن يبقى اثنين، او ممكن يبقى ثمانيه، ممكن يبقى 16 32 64. يعني من الاخر دايما عدد الانبوتس بيكون 2 اس ان، يعني مضاعفات الاثنين، تمام؟ 2 اس ان، تمام؟ ودايما الخارج بيكون واحد. جميل؟ طب المالتيبلكسر بقى بيعمل ايه؟ المالتيبلكسر بيختار احد الانبوتس يطلع في الاوتبوت فقط لا غير. طيب عشان يختار بيبقى فيه سيلكشنز، بيبقى فيه ايه؟ سيلكشنز. السيلكشن دي او عدد السيلكشن لاين بيتوقف على عدد الانبوتس. لو عدد الانبوتس 2 اس ان زي ما احنا اتفقنا هنا، ها يبقى عدد السيلكشن كام؟ ان. بسيطة خالص اهو، يبقى لو عدد الانبوت 2 اس ان يبقى عدد السيلكشن 2 اسف، لو عدد الانبوت 2 اس ان يبقى عدد السيلكشنز ان. يعني لو عدد الانبوت 4، الاربعة دي 2 اس كام؟ 2، يبقى اخد مين؟ الاس اللي هو 2، يبقى ده عدد السيلكشن بس كده. طيب كيفية تشغيل او بيشتغل ازاي المالتيبلكسر؟ قال لك لو انا قلت له هنا 0، هنا 0 0 ده اول احتمال، يبقى الانبوت الاولاني، ركزوا معايا كده، ده هو اللي هيطلع في الاوت. اهو الانبوت الاولاني ده هو اللي هيطلع فين؟ في الاوت لو السليكشن 0 0. لو خليناه هنا 1 0 يبقى الانبوت الثاني هو اللي هيطلع في الاوت، تمام؟ لو خليناها بقى 0 1 تمام، يبقى الانبوت الثالث هو اللي هيطلع في الاوت. لو خليناها بقى 1 تمام كده، لو خليناها بقى في الاخر 1 1 تمام، يبقى الانبوت الاخير الرابع ده ايوه ده كده هو اللي هيطلع في الاوت خلاص. يعني لو حبينا نقولها مثلا بترو ستيبل كده،
مثلا الاحتمالات بتاعتي بتاعت الانبوت 0 0 1 0 0 1 1 1 دي الاحتمالات بتاعت الانبوت. تمام. الاوتبوت بقى اللي هو ده هيكون ايه؟ لو قلنا ان الانبوت الاولاني ايه والتاني بي والتالت سي والرابع دي، هيكون في حالة الزيرو زيرو الاوتبوت ايه، في واحد زيرو الحالة التانية يكون خارج بي، الحالة التالتة يبقى سي، الرابعة يبقى ايه دي، يبقى دي سي وهنا دي. فدي كده ايه ده المالتيبلكس، وده اللي احنا هنستخدمه لما نيجي نقول احنا يعني هيبقى مثلا ار واحد وار اتنين وار ار زيرو وار واحد وار اتنين وار تلاتة هما الانبوت للمالتيبلكسر، والاول بتاع المالتيبلكسر على حسب بقى التايمنج اللي انا شغال فيه. كويس. طيب الانكودر، الانكودر مثلا يبقى داخل له ايه اربعة انبوت مثلا والخارج بتاعه ايه اتنين. ركزوا كده يا جماعة معايا، لو انا الانبوت بتاعي واحد زيرو زيرو زيرو، يعني اول قيمة بس هي اللي بواحد والباقي بصفار، دايما الانكودر كده يبقى تلاقي دخل معين بواحد والباقي صفار، خلاص. فلو مثلا واحد زيرو 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 كده زي ما احنا شايفين، هلاقي الخارج بتاعي يبقى كام؟ زيرو زيرو، يبقى ده اول حاجة، خلاص. لو انا بقى الدخل بتاعي زيرو كله صفار ما عدا الرقم اتنين هو اللي بواحد، تمام، يبقى الاقي الخارج بكام؟ بواحد زيرو. لو الدخل تالت واحد هو اللي بواحد، ايوه ده هنا واحد، يبقى الاقي الخارج بتاعي كام؟ زيرو واحد. لو الدخل بتاعي زيرو زيرو اخر واحد بس هو اللي بواحد، يبقى الخارج بتاعي واحد واحد. ده الانكودر، والديكودر عكس الانكودر، يعني اللي بالنسبه للاوتبوت بتاع الديكودر هو بيبقى الانبوت بتاع الديكودر والعكس، يعني هو الديكودر هو عمليه عكسيه للانكودر. بس دول المكونين اللي انا كنت عايز بس الناس تبقى عارفاهم قبل ما نحل الايه المساله بتاعتنا. تمام. طيب المساله بقى بتاعتنا باختصار كده، تعالى كده نشوف يعني اسرع على هنا. عملنا ار1 ار2 ار3 ار0 من ار0 لحد ار3 الاربع ريجسترز دول، وصلناهم كانبوت للمالتيبلكسر 4 في 1، والاول بتاع المالتيبلكسر ار5. ده اللي احنا فهمناه من الـ من الـ من الجمل اللي مكتوبه دي، ان ار0 هيبعت لار5 في الحاله الاولى، ار1 في الحاله الثانيه، وهكذا. هو قال لك ان هم هيبقوا متوصلين بالمالتيبلكسر 4 في 1 زي ما قال لنا هنا كده. وصلنا بالمالتيبلكسر، جميل جدا. واحنا اتفقنا ان اي عمليه تتم لازم لها حاجتين يتحققوا، الكلوك واللود. فاخدنا ادي الكلوك اهوت مع الاربع ريجسترز دولت والريجستر الخامس ده، خلاص يبقى كده الكلوك تمام. طيب بالنسبه لللود، اللود عندي يا جماعه يعني عشان ار 5 يستقبل يعني تي 0 تكون بواحد او تي 1 تكون بواحد او تي 2 تكون بواحد او تي 3 تكون بواحد، حته او ديت تبقى ديت اور جيت، خلاص. يبقى دخل تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 كل دول على اور جيت، والخارج بتاعها ده يبقى اللود. تمام. طيب احنا لازم نخلي الدايره دي تشتغل اوتوماتيك من غير اي تدخل مني، يعني اللي يتحكم فيها تي 0 وتي 1 وتي 2 وتي 3 فقط من غير اي تدخل مني. طيب المالتيبلكسر ده زي ما اتفقنا كده عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج سيلكشن، كويس. السيلكشن ده هو اللي هيختار بدوره من يعني من الانبوت. تمام. لو رجعنا كده للرسمه اللي احنا رسمناها مسحت. تمام. لو يعني الرسمه اللي احنا كنا رسمناها بتقول ايه؟ ان التايمنج يعني لما يكون هو طبعا هو قال لي هنا برضو في الكلام ان دايما تي واحد بس من ضمن يعني تي زيرو او تي واحد او تي اتنين او تي تلاته او واحد منهم فقط اللي بيبقى بواحد في الوقت الواحد، كويس. فانا لو دخلت تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 على الانكودر لما يكون، ركزوا بقى في الحته دي مهمه جدا جدا، دي اهم حته في المساله، لما يكون تي 0 بواحد هيكون الباقي كله بصفار، يبقى كان الدخل بتاع الانكودر واحد وثلاث اصفار. لما يكون واحد وثلاث اصفار يا جماعه يبقى الخارج هنا يبقى كام في الحته ديت؟ 0 0 0 0 على المالتيبلكسر، يبقى اني انبوت اللي هيطلع ار 0 اللي هو الاول واحد، يبقى ار 0 فعلا هتروح لمين؟ لار 5. طيب في حاله ان التي واحد هو اللي بواحد والباقي بصفار،
هيكون الخارج بتاع الانكودر كام؟ 1 0. 1 0 يبقى مين اللي هيبقى سيلكتد؟ الدخل التاني بتاع المالتيبلكسر هو R1 يدي R5. بس ده باختصار شديد المسألة دي. تمام؟ طيب بيقول لي بقى درو دايجرام اوف اباس سيستم سيميلر تو ذا وان شون ان فيجر 4 3. تمام؟ اللي هو تقريبا ده اللي على الشمال ده، بس باستخدام 3 ستيت بافرز اند اديكودر انستيد اوف مالتيبلكسر. خلاص؟ طيب ماشي. طيب المسألة دي هتخلينا نشرح جزئية كده مهمة برضو، اللي هي فكرة حاجة اسمها الكومن باس. تمام؟ ايه فكرة الكومن باس دي يا جماعة؟ دي طريقة في الكونكشن ما بين الريجسترز جوه السي بي يو، ان يبقى عندي باس مسار مشترك. تمام؟ والريجسترز بتاعتي كلها متوصلة عليه. أي حد من الريجسترز اللي موجودة ديت، تمام، عايز يبعت داتا بيبعتها على الباص على المسار. تمام؟ ويتم اختيار واحد من الناس التانيين دول أو حد من الريجسترز الآخرين يعني إن هو يكون الديستنيشن. يبقى أنا بختار، بعمل سيلكت للسورس وبعمل سيلكت لمين؟ للديستنيشن، بحيث انا بختار مين اللي هيبعت ومين اللي هيستقبل. خلاص؟ فالباص ده داخليا، ركزوا بقى معايا في الحته اللي جايه ديت، الباص ده داخليا بيتكون من مالتيبلكسرز كتير جدا. تمام؟ المالتيبلكسرز ديت بدورها هي اللي بتعمل عمليه السلكشن لمين؟ سلكشن لمين؟ للسورس. طب والديستنيشن؟ لا، الديستنيشن ده اللي اللود بتاعه، فاكرين بقى لما قلنا على حته اللود، اللي اللود بتاعه اكتف هو ده اللي بيستقبل، غير كده مفيش. يعني يبقى الداتا موجوده على الباص وكل الريجسترز متوصله بالباص عادي، ولكن الريجستر اللي هيستقبل فقط هو الريجستر اللي اللود بتاعه اكتف بواحد يعني. تمام؟ طيب المالتيبلكسرز او اسف الباص ده من جوه عامل ازاي؟ بيتكون مجموعه من الايه؟ من المالتيبلكسرز، بيتكون من مجموعه من المالتيبلكسرز. طيب عدد المالتيبلكسرز اللي جوه الباص ده بيتوقف على ايه؟ قال لك السايز بتاع الريجسترز، السايز اوف ريجسترز. تمام؟ يعني عندي كام ريجستر، اسف عندي حجم الريجستر كام، يبقى ده بيتوقف على بيتوقف يعني حجم الريجستر كام بت، يبقى ده بيتوقف على المالتيبلكسر بتاعي. اسف يعني السايز بتاع، لا اسف، عدد البيتس هيساوي عدد المالتيبلكسرز المستخدم. تمام؟ انما عدد الريجسترز الموجوده هو اللي هيحدد السايز بتاع المالتيبلكسر. يعني لو عندي مثلا 4 ريجسترز، عندي لو عندي 4 ريجسترز يبقى المالتيبلكسر بتاعي هيبقى 4 في 1 وهكذا. خلاص؟ خلينا نوضح ديت بمثال افضل عشان ما نتلخبطش. لو احنا مثلا عندنا ايه، مثلا مالتيبلكسر، اسف، مثلا 4 ريجسترز، كل ريجستر فيهم 2 بت. تمام؟ يبقى كده عدد الريجسترز 4 ريجستر، السايز بتاع كل ريجستر 2 بت. تمام؟ المفروض مثلا عايزين نعمل كومن باس نوصل مثلا بيه ال4 ريجسترز دولت، بحيث في الاخر يطلعوا لنا مثلا ال2 بت بتوع واحد فيهم، يعني نعمل سلكشن لواحد منهم فقط لا غير. في الحاله دي الكومن باس من جوه هيبقى متكون من مالتيبلكسرز. كويس؟ طيب سؤال كده، عدد المالتيبلكسرز بيساوي ايه؟ بيساوي ده بيساوي عدد البيتس، يبقى عدد او الرقم نمبر اوف مالتيبلكسرز بيساوي النمبر اوف بيتس. تمام؟ عندي 2 بت يبقى المفروض يبقى عندي 2 مالتيبلكسر، لان في الاخر كل مالتيبلكسر من دول هيطلع لي ايه؟ اهو خلي بالكم بقى ده خارج، المفروض ده التو بيتس اهمت خارج الباص، الاتنين بيتس دولت هم خارج الباص، طالعين من المالتيبلكسر الاولاني واحد بت واحده
والمالتيبلكسر التاني ايه البت التاني. يبقى لو لاحظت ان يبقى عدد المالتيبلكسر هيبقى هو اللي بيحدد، اسف عدد البيتس هو اللي بيحدد عدد الايه المالتيبلكسرز المستخدمه. تمام كده. طيب المالتيبلكسر الواحد بقى السايز بتاعه بيتوقف على ايه؟ قال لك ان السايز بتاع المالتيبلكسر تمام متوقف على عدد الريجسترز. السايز بتاع المالتيبلكسرز متوقف على مين؟ عدد الايه الريجسترز. فعندي 4 ريجسترز، يبقى المفروض كل مالتيبلكسر من دول يكون كام؟ 4 في 1. يبقى ده 4 في 1 وده 4 في 1. طيب ازاي بقى كيفيه التوصيل بتاعه الكومن بس؟ بص كده معايا، ادي البت الاولى من الريجستر الاول، والبت الاولى من الريجستر الثاني، والبت الاولى من الريجستر الثالث، والبت الاولى من الريجستر الايه الرابع. تمام. المالتيبلكسر الثاني هيبقى بنفس الطريقه، البت الاولى من من الريجستر الاولاني اهي تمام، البت اسف البت الثانيه بقى من الريجستر الاولاني، البت الثانيه من الريجستر الثاني، البت الثانيه من الريجستر الثالث، البت الثالثه من الريجستر الايه الرابع. طيب المفروض هيبقى فيه في الاخر تو سيليكشنز. ايوه البت الاخيره، البت الثانيه من الملتيبلكسر الاخير، المفروض يبقى عندي في الاخر ايه بقى؟ تو ملتيبلكسرز. ادي ملتيبلكسر اهو، اسف تو سيليكشن، وادي السيليكشن الثاني تمام، واكيد نفس السيليكشن اللي هنا اهو اهو. نركز كده مع بعض. لو انا حطيت هنا 0 0 ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ لو انا حطيت 0 0 المالتيبلكسر ده هيختار البت الاولى هنا تمام، اللي هي جايه من هنا. جميل. والزيرو زيرو ده هيخش برده هنا يختار البت الاولى اللي هي دي، ركزين معايا، السهم ده الاولاني اللي هي جايه من هنا. يبقى لما ده يكون عليه الخارج بتاع المالتيبلكسر ده البت الاولى من المالتيبلكسر الاولاني، وده يكون فيه البت الثانيه من المالتيبلكسر الاولاني برده. يبقى لو قلنا مثلا دي كده R1 R2 R3 R4، يبقى عندما يكون الانبوت سيليكشن دي كده المفروض R4 تمام. يبقى عندما يكون الانبوت سيليكشن بتاعي 0 0 اللي انا دخلته من اهوت، هيتم اختيار مين في الباص؟ يبقى مين هيحط قيمته على الباص؟ R1. طب لو انا حطيت هنا، لو حطيت هنا 1 0 هيتم اختيار مين؟ R2 وهكذا. عرفنا بتيجي ازاي؟ تعالى كده نشوف باللون تاني مثلا كده نوضحها اكتر. لو انا حطيت هنشرحها تاني بقى على الواحد زيرو، على الواحد زيرو، الواحد زيرو يخش على المالتيبلكسر ده هنا تمام، يقوم يختار مين؟ ده اللي هي البت دي تمام، هي البت الاولى من ايه ريجستر واحد. طيب والواحد زيرو ده يخش هنا برضو يختار الايه دي برضو، صح كده؟ دي يبقى المفروض، يبقى المفروض يختار الايه البت التانية اللي هي دي. ادي ادي البت الاولى تمام، يبقى دي البت الاولى ودي البت التانية. لو لاحظنا ان الاتنين بت دول جايين من مين؟ من R2. يبقى لما 1 0 يتحط يبقى مين اللي هيطلع هنا؟ R2 تمام. يبقى فهي دي الفكرة بتاعت الكومن، الكومن بس بمنتهى البساطة لما بنعمل له اهو. يبقى هو كده اختارت R2 هتطلع في الخارج تمام. يبقى كده انا اخترت R2 عشان تطلع في الخارج. يبقى دي الطريقة اللي انا بستخدم يعني بعمل بقى ديزاين للكومن بس تمام. هي دي الفكرة اللي قايم عليها الكومن بس، ان عندي مجموعة من الريجسترز، ركزوا معايا بقى في الحتة دي، مجموعة ريجسترز المفروض بيتم هما كلهم متوصلين بالمالتيبلكسرز في وقت معين، ريجستر معين عايز يبعت، يبقى السليكشن مثلا لو ريجستر واحد R1 هو اللي عايز يبعت، يبقى هيخلي السليكشن هنا 0 0، فهيخلي هو كله متوصل بالمالتيبلكسر، بس هو هيخلي R1 البت الاولى هتطلع من المالتيبلكسر الاولاني، والبت الثانيه هتطلع من المالتيبلكسر الثاني تمام. يبقى معنى ذلك ان عدد البيتس بتاعه الريجسترز بيساوي عدد المالتيبلكسرز المستخدمه. خلي بالك عشان دي بتيجي سؤال يقول لك مثلا عايز اعمل كومن بس في مثلا 16 ريجستر، وكل ريجستر مثلا حجمه 8 بت، يبقى عدد البيتس بيساوي عدد المالتيبلكسرز المستخدمه، انما عدد الريجسترز ها
هو يعني عدد يبقى عدد البيت زي ما احنا قلنا هو اللي بيحدد السايز بتاعه المالتيبلكسر، اما عدد الريجستر عدد الريجسترز ايه بيحدد السايز بتاع المالتيبلكسر الواحد. يعني هنا عندي 4 ريجسترز وبالتالي استخدمت 4 في 1 مالتيبلكسر، عندي كل ريجستر 2 بت وبالتالي استخدمت 2 مالتيبلكسر، يبقى دي بتحدد يبقى عدد البيتس تاني بيحدد عدد المالتيبلكسرز، والسايز عدد البيتس بيحدد عدد المالتيبلكسرز، وعدد الريجسترز بيحدد السايز بتاع المالتيبلكسر. فلو احنا شفنا بقى خلاصه الكلام اللي احنا قلناه، هنا بيقول لك كومن باس معمول بالمالتيبلكسرز زي اللي احنا عملناه بالظبط، عندي 4 ريجسترز، بس هنا بقى عندي 4 ريجسترز كل ريجستر 4 ايه 4 بت، وبالتالي هحتاج 4 مالتيبلكسرز، وكل مالتيبلكسر في الاخر 2 4 في 1 خلاص. وده الخارج بتاع الكومن باس يا جماعه، اللي هو دايما هيتم اختيار ريجستر معين يحط قيمته على مين، على الكومن باس. طيب لو لاحظنا ان هو ايه موصل البت بت معينه بالمالتيبلكسر ده، وبت يعني مثلا البت الثالثه هنا والبت الثالثه هنا والبت الثالثه هنا والبت الثالثه هنا. طب ليه ما وصلش اسف اللي هي الاولى، مش عارف هو ليه ماشي، هو وصل البت الاولى هنا والبت الاولى من هنا والبت الاولى من هنا والبت الاولى من هنا باول مالتيبلكسر. بقيه المالتيبلكسرز هيبقى نفس الكلام، بس عشان الكونكشنز ما تبقاش كتير فهو ايه عملها لك بالليبلز كده. يعني قال لك مثلا دي 2 هنا اهيت اهي اللي هي دي، يعني المفروض دي تتوصل، بس هو ايه عشان الشكل ما يبقاش بشع يعني. زي ما احنا قلنا اهوت، وفي الاخر بيبقى في مالتيبلكسرز وكومن لكل المالتيبلكسرز، في سيلكشنز اهي كومن لكل المالتيبلكسرز. ليه؟ لان لما بحط مثلا هنا 0 0 يبقى ده هيطلع البت الاولى من الريجستر الاولاني، البت الاولى من البت الثانيه من الريجستر الثاني، البت اسف لما احط هنا 0 0 يبقى المالتيبلكسر ده هيطلع اول واحده هنا اللي هي مين؟ البت الاولى في الايه؟ في الريجستر الاولاني. طيب لما احط هنا 0 0 برده هيطلع برده البت الثانيه من المالتيبلكسر الاولاني اهي، من الريجستر الاولاني اهي، دي 2 هتطلع هي اللي هتطلع، وهنا دي 3 هتطلع. ثانيه واحده، المفروض دي 3 هتطلع من هنا، ودي 2 هتطلع من هنا تمام، ودي 1 هتطلع من هنا، ودي 0 هتطلع من هنا. يبقى لما تلاقي هنا دي 0 فالكومن باس بقى دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 على بعض، دولت اللي هم الريجستر دي هو طلع على بعضه، طلع امتى؟ لما حطيت هنا 0 0 وهكذا. المهم يبقى احنا كده فهمنا طريقه الكومن باس باستخدام المالتيبلكسر. هي عباره عن ايه يا جماعه؟ انا عندي مجموعه ريجسترز يبقى عليهم عدد وليهم سايز، عدد الريجسترز بيحدد عدد بيحدد السايز بتاع المالتيبلكسرز المستخدمه، عدد البيتس بيحدد عدد المالتيبلكسرز المستخدمه خلاص. وشفنا ازاي بنوصل، بنوصل ازاي مثلا المالتيبلكسر الاولاني ده مثلا ايا كان مش تفرق، يعني مثلا هو معتبر اللي على اليمين ده هو اول واحد، وبالتالي وصل اول بت من الريجستر الاولاني، اول بت من الريجستر الثاني، اول بت من الريجستر الثاني، اول بت من الريجستر ايه التالت او الرابع، يعني كل الاوائل البتس في المالتيبلكسر الاولاني. هنا تاني بت من كل ريجستر، تالت بت من كل ريجستر، رابع بت من كل ريجستر. لما بحط السلكشن بحطه على كل كومن، وبالتالي لما يطلع اول بت من هنا هيطلع تاني بت من هنا، تالت بت من هنا، رابع بت من هنا، كلهم تبع نفس الايه الريجستر، فيطلع لي ريجستر معين في الكومن بس. ارجو ان يكون الجزئيه ديت وصلت. المهم باختصار شديد في المساله ديت، مش عايز ده خالص، هو عايز يقول لو انا دلوقتي شلت المالتيبلكسر من الرسمه اللي على الشمال دي وعايز استعيض عنه بمكون اخر اللي هو حاجه اسمها تراي ستيت وديكودر، الديزاين يبقى عامل ازاي؟ هي دي الفكره في المساله دي تمام. فده هيخلينا نشرح جزئيه ثانيه اللي هي التراي ستيت، ده عنصر الكتروني ليه ثلاث اطراف، طرف انبوت وطرف اوبوت وطرف الثالث اسمه كنترول تمام. لو انا هنا فعلت الكنترول ده وخليته بواحد خلاص هيعمل ايه؟ هيخلي الانبوت يطلع للاوبوت، يعني كأن ده يبقى شورت سيركت تمام. لو انا تقريبا حطيت عليه زيرو بيبقى اوبن سيركت او فوربيدن، يعني مفيش الانبوت مش هيطلع للايه للاوبوت. طيب باختصار شديد كده هو بيقول لك استخدم التراي ستيت والديكودر، معلش خلينا نتاكد برضو عايز ديكودر تمام والديكودر، يبقى تراي ستيت وديكودر. بصوا كده يا جماعه الديكودر بتاعي زي ما شرحنا، احنا شرحنا في الاول بالتفصيل الانكودر، فخلينا نشرح الديكودر. الديكودر لو الدخل ان يبقى الخارج 2 اس ان، يعني لو الدخل 2 يبقى الخارج 2 اس 2 و4 وهكذا، ده كده يبقى اسمه 2 في 4 ديكودر. الديكودر ده بقى يا جماعه
ركزوا بقى معايا كده. لو الدخل بتاع زيرو زيرو، ها لو الدخل بتاع زيرو زيرو هيبقى هنا الخارج زيرو، اسف واحد، والباقي كله تلات اصفار، الباقي اصفار. طب لو حطيت واحد زيرو يبقى هنا تاني واحد هو اللي بواحد والباقي بصفار. لو حطيت زيرو واحد يبقى تالت واحد هو اللي بواحد والباقي بايه؟ بصفار. لو حطيت واحد واحد يبقى اخر واحد هو اللي بواحد والباقي بصفار. فهمتوا؟ يعني دايما بيتم اختيار واحد من الاوتبوت بواحد وبقيه الاوتبوت بصفار، على حسب قيمه الانبوت، على حسب الاوتبوت مين اللي هيبقى ايه؟ بواحد والباقي بصفار. فانا ممكن اعمل كومباينيشن كده، ان انا اجيب هنا ايه؟ تراي ستيت اهيت، تمام؟ اوصل دي بدي مثلا، تمام؟ وادي تراي ستيت تانيه، اوصل دي بالكنترول، واخدين بالكم؟ وادي تراي ستيت تانيه اهيت، تالته اسف، وادي واحده رابعه. واوصل ده بالكنترول مش بالانبوت، بالكنترول. ويبقى في عندي هنا انبوت، خلاص؟ الديكودر بقى لما يطلع واحد هنا يبقى التراي ستيت ديت هي اللي ايه؟ اللي بواحد، وبالتالي اللي هنا هو اللي هيطلع. عندي دي بتبقى بصفر، دي بصفر، دي بصفر، يبقى ديت او اوبن ودي اوبن ودي اوبن كانها مش موجود، يبقى الخارج اللي طلع هو ده. يبقى لو لاحظنا كده يا جماعه يبقى هي نفس فكره مين؟ المالتيبلكسر. تمام؟ يبقى انا ممكن استعيد عن المالتيبلكسر بديكودر مع تراي ستيت بفر بس. يبقى دي هي الفكره بتاعت المساله دي. تعالى كده نشوف نعمل ايه. اهو يا جماعه اللي احنا شفناه على في الرسمه اللي على اليمين ديت، ان احنا هنشيل المالتيبلكسر اهوت ونحط 1 2 3 4. طبعا 4 ليه؟ عشان هو 4 في 1. وهنقول ان الاربعه دول هيبقوا كومن كده مع بعض في خط واحد. الاربعه دول كومن في خط واحد، والاربعه دول كومن في خط واحد، والاربعه دول كومن في خط واحد. الكومن دول ان هم هيطلعوا في الاخر بت من البتس اللي داخله لها، تمام؟ فالديكودر يعني بدل ما نستخدم ديكودر مع كل اربعه تراي ستيت، تمام؟ لا، استخدمنا ديكودر واحد كومن، لان كده كده السليكشن بيبقى واحد في الاخر. زي هنا ما السليكشن مشترك، فاحنا يبقى برضو الديكودر مشترك، مش اي مشكله. يبقى احنا من الاخر خلاصه الكلام ان احنا هنشيل المالتيبلكسر ونحط اربعه تراي ستيت بفر ما متوصلين بالديكودر. والديكودر بقى ايه؟ على حسب السليكشن. لو انا حاطط هنا زيرو زيرو هيبقى الخارج اللي هنا الاولاني ده بواحد، اللي هو متوصل بمين؟ بالتراي ستيت ديت والتراي ستيت ديت والتراي ستيت ديت والتراي ستيت ديت، اللي هي متوصله مثلا بالريجستر الاولاني، فيطلع لي على الكومن باس الريجستر الاولاني. طب لا، ده انا حاطط مثلا واحد زيرو، يبقى الثانيه دي هي اللي تشتغل. يبقى التراي ستيت ده وده 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 هما اللي هيشتغلوا، وبالتالي يطلعوا لنا الريجستر الثاني، وهكذا. يبقى دي فكره المساله، ان انا استبدل المالتيبلكسر بتراي ستيت بفر. بولي ا ديجيتال كمبيوتر هاز ا كومن باس سيستم فور 16 ريجستر و 32 بت اتش. ذا باس از كونستراكتد ويز مالتيبلكسرز. يعني هبني الكومن باس ده باستخدام المالتيبلكسرز، تمام؟ هي هنا مسألة رقمية، يعني أنت عندك 16 ريجستر و 32 بت، فبيقول لي هاو ميني سيلكشن انبوتس ار زير ان ايتش مالتيبلكسر، تمام؟ يعني من الآخر لازم تعرف الأول السايز بتاع المالتيبلكسرز، تمام؟ إحنا قلنا عدد البتس، عدد البتس اللي هو 32 ده هو اللي هيحدد عدد البتس، هيحدد عدد المالتيبلكسرز، لأن كل مالتيبلكسر بيطلع لنا بت في الآخر. اما السايز بتاع الريجسترز هم عددهم 16، يبقى المفروض كل ريجستر كل مالتيبلكسر يكون 16 في 1. طالما هو 16 في 1 يبقى كام سيلكشن؟ يبقى 4. يبقى المفروض عدد السيلكشن 4. بيقول لي وات از ذا سايز اوف مالتيبلكسر؟ يبقى 16 في 1. هاو ميني مالتيبلكسرز؟ يبقى 32 عشان عدد البيتس 32. اهو يبقى 4 سيلكشن زي ما قلنا، 16 في 1 كل مالتيبلكسر. هنستخدم 32 ايه؟ مالتيبلكسر. كل واحد لكل بت من ايه؟ من الريجستر. طيب هيبدا هنا يقول لي بقى ايه؟ مديني اوبريشن، تمام؟ وبيقول لي ايه اللي بيحصل في الاوبريشن دي، في العمليه دي. طيب نركز بقى يا جماعه، دي المفروض ريجستر، او دي اسمها ترانسفير ستيتمنت. بلاش نقول الريجستر دلوقتي، لان ممكن نقول ان الميموري دخلت في الموضوع. عرفت منين الميموري دخلت في الموضوع؟ لقيت حرف ام واقواس مربعه، وما بين قوسين ده بيبقى الادرس اللي في الميموري. طبعا احنا فاهمين، او خلينا برضو نوضح الجزئيه دي لانها مهمه. ايه الفرق في التعامل ما بين الميموري والريجسترز؟
يعني مثلا اما انا كنت بقول انقل لي مثلا ار 2 لار 1، دي كده ريجستر ترانسفير. ليه؟ انا بقى السورس عباره عن ريجستر والديستنيشن ريجستر. طيب ده التعامل بقى في الريجسترز. طب الميموري، لما اقول لك ام يبقى ميموري، تمام. الميموري دي حاجه حجمها كبير جدا، فبالتالي لازم تحدد ادرس معين جوه الميموري، لان بقول لك الميموري دي بتبقى حاجه كبيره كده فيها ايه اماكن كتير جدا. فلما تيجي تتكلم على الميموري سواء هتاخد منها او تديلها، لازم الاول تحدد مين عنوان المكان اللي مثلا ايه ده المكان رقم 5. ايه 5 ديت؟ ده دي عنوان المكان، وقيمته مثلا 500، تمام. ايه الفرق ما بين 5 و 500؟ نفهم الحته دي مهمه جدا، الناس بتتلخبط فيها. ايه الفرق ما بين 5 و 500؟ الخمسة هي عنوان المكان، ال 500 محتوى المكان. يعني لما اجي اقول لك ام اوف 5 مثلا، انقلها لي مثلا في ار 1، يبقى هينقل 5 ولا هينقل ال 500؟ الخمسة هي عنوان المكان، انما ال 500 هي محتوى المكان، والمحتوى هو اللي بيتنقل. خلي بالك دي مهمه جدا. لما اقول لك ميموري اوف ادرس كذا، يبقى انت الادرس ده وسيله لغايه، يبقى انا بروح للخمسة عشان اجيب محتواه، واحط الناتج فين؟ في الريجستر. فنشوف كده، فمعنى الكلام ده ايه؟ ان انا عندي ميموري في الادرس اللي هو موجود في الاي ار، يعني اروح للاي ار الاول اشوف الادرس بكام وليكن 5، اروح بقى للمكان اجيب محتوى المكان واحطه في ار 2. يبقى هل قيمه اي ار اللي هتتحط في ار 2 ولا عنوان المكان اللي عنوانه او المكان اللي عنوانه اي ار هو اللي اتحط في الايه؟ في ار 2. يبقى دي عباره عن ايه؟ ان انا بقرا مكان او وورد من الميموري اللي الادرس بتاعها اي ار احطها في ريجستر ار 2. يبقى دي ريد ولا رايت؟ دي ريد، لان باخد من الميموري. طيب الامر اللي بعده، ها ار 3 رايحه للميموري في الادرس الاي ار، يبقى دي عمليه رايت، بكتب في الميموري بالقيمه اللي موجوده في ار 3، هروح للادرس اللي موجود في اي ار في الميموري واكتب الايه؟ القيمه. يعني مثلا لو ار 3 ده ب 10، يبقى هروح في يعني خلينا نشوف دي احسن. يعني هو بيقول لك مثلا ايه ار 3 هتروح لام اوف اي ار، كويس كده؟ خلينا نقول ارقام كده ونشوف الدنيا عامله ايه. هنقول مثلا اي ار ده بيساوي مثلا 100، اي ار ده بيساوي 100، خلاص. نروح مثلا للمكان اللي هو رقمه 100 ده في الذاكره، اهو ادي 100، لقينا مثلا فيه 200 مثلا يعني. يبقى اسف بس احنا كده احنا ما بنقراش، احنا بنكتب، خلاص. يبقى انا قلت لو ار واحد، لو اي ار ب 100، طب لو ار 3 بقى ب 5 او ب 50 مثلا، ار 3 ب 50، يبقى انا هروح للمكان اللي عنوانه 100 اهو، اكتب فيه كام بقى؟ 50. وصلت الفكره؟ ارجو ان هي تكون وصلت. يبقى دي عمليه رايت بقيمه ار 3 في المكان اللي عنوانه في الميموري اي ار، تمام. طيب ام اوف ار 5 لار 5، طبعا ار 5 مش ار اس، هي بس يمكن غلطه مطبعيه يعني، تمام. فدي هتبقى عامله ازاي بقى يا جماعه؟ تعالى نشوفها كده. هي عباره عن ايه؟ ار 5 استخدمتها كعنوان في الميموري، والناتج هحطه في ايه؟ في ار 5. هنفرض ان ار 5 دي في الاول كان فيها 30 كريجستر، تمام. ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هل ال 30 هحطها في 30؟ لا، ده انا هروح بقى في الذاكره في المكان اللي عنوانه 30، وليكن مثلا ده عنوانه 30، لقيت فيه مثلا 15 اي قيمه، خلاص. فهاخد القيمه دي، ركزوا معايا كده، واروح احطها في ار 5، يبقى فيها 15. يبقى ار 5 قبل كانت 30، قبل العمليه كانت 30، بعد العمليه بقت كام؟ 15. قلت له يا باشمهندس طب ال 30 راحت فين؟ حصلها اوفر رايت، يعني ايه؟ اتمسحت او اتكتب عليها فوقها، يعني اتمسحت والقيمه الجديده ايه؟ اللي هي 15 اتكتبت. ارجو برضو ان تكون الفكره دي واصله. اهو بدا الحل ايه؟ سريعا كده. المسألة دي بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي درو ذا بلوك دياجرام اوف هاردوير ذات امبلمنت ذا فولوينج ستيتمنت اكس زائد واي زد. طبعا اكس زائد واي زد يا جماعة زي ما قلنا في الأول ده بيمثل إيه؟ كونديشن أو لود. وإحنا قلنا إن ده بيبقى لوجيك، يعني علامة الزائد دي بتتحول لأور، وعلامة الضرب دي بتتحول لأند. هنا بقى عندنا في اليمين العملية اللي بتتم في الطرف اليمين اللي هي الأوبريشن بقى، هي عملية أرثماتيك. إحنا قلنا اليمين ده بقى أرثماتيك. ولو لوجيك بيبقى لها رموز ثانيه غير الزائد والفيديت، تمام. فاي ار ده ريجستر وبي ار ده ريجستر هينجمعوا والناتج يتحط فين؟ في الاي ار. خلي بالك لما تلاقي عمليه البلس ديت، اعرف ان في هاردوير موجود اسمه ها فول ادر، الادر يعني. تعالى كده نشوف الديزاين سريعا. اهو اولا عندي ريجستر اي ار، وعندي ريجستر بي ار،
وعندي ادر بتجمع التو ريجسترز دول. تمام. طيب جميل جدا. هو ما قاليش ان البي اي ار كام بت ولا البي ار كام بت، فانا هقول ان، فانا هقول ايه ان. طب انتوا عارفين طبعا ان الفول ادر لو انا مثلا هجمع بت على بت يبقى استخدم فول ادر واحده، لو هجمع تو بتس على تو بتس يبقى هستخدم اتنين فول ادر. طبعا انتوا فاهمين الكلام ده. يعني مثلا بقول لك ايه، مثلا اجمع لي رقمين، الفرق ما بين اجمع لي رقمين واجمع لي تو بتس؟ لا الفرق كبير. لما اقول لك مثلا ايه ايه ده بيساوي 1 0 1 1 مثلا، وبي بيساوي 1 1 1 0، ايه ده يعتبر رقم وبي برضو رقم، يبقى دولت رقمين. بس كل رقم من الرقمين دولت بيتكون من 4 بتس اهو، بت وبت فاهمين الكلام اقصد، يعني 4 بتس. يعني عشان اجمع 1 زائد 0 ده يبقى ديت فول ادر، يبقى ده فول ادر، ادي اول فول ادر هتجمع التو بتس دول. طب البت دي مع البت دي يبقى فول ادر تاني، والبت التالته مع التالته فول ادر تالته، هنشوف الكلام ده قدام. والبت الرابعه مع البت الرابعه يبقى فول ادر رابعه. تمام. يبقى عدد الفول ادرز المستخدمه بيساوي عدد البيتس في كل رقم. تمام. فاحنا هنا اختصارا رسمنا بلوك وقلنا ان بت ادر، لان ما اعرفش العدد، يبقى اي ار هيخش كانبوت للان بت ادر، والبي ار هيخش كانبوت، والاوتبوت هيرجع تاني يتخزن في الاي ار زي ما هو قايل في الايه في الرسم. طيب اللود بقى يا جماعه يتحط فين؟ نرجع تاني كده، اللود يتحط مع مين؟ مع الديستنيشن. مين الديستنيشن؟ اي ار. نرجع تاني اهو، فين الاي ار؟ اهو نوصل بيه اللود. اللود عباره عن ايه؟ عباره عن واي زد اند، والاكس اورد مع الناتج بتاعهم اهو، يبقى اكس واي وزد اند والاكس اور معاهم، وده يبقى ايه؟ اللود. تمام. دي مساله برضو نفس الكلام، نفس الكلام بس هنا عمليتين، وكل عمليه لها كونديشن ايه مختلف عن الثاني. العمليه الاولى عباره عن جمع ار1 زائد ار2 والناتج في ار1، والعمليه الثانيه عمليه ترانسفير ار2 لار1، وكل واحده لها كونديشن مختلفه. هنلاقي ان الكونديشن تي ثابت، او الحاله تي ثابته مع الاثنين، بس الاكس مره هنا مثبته ومره هنا ايه منفيه. فاحنا عملنا ايه بقى يا جماعه؟ كتبنا ادي ار1 وادي ار2 ماشي، هيخشوا على ادر ماشي. طيب عندي دلوقتي ار، دي غلطه تقريبا دي، لا تمام. نرجع تاني، مين الديستنيشن في الحالتين؟ ها مين الديستنيشن في الحالتين؟ ار واحد، بس مره بيكون في الجمله الاولى ومره في الجمله الثانيه. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ مره اكس بزيرو ومره اكس بواحد. طيب اكس داش دي يعني زيرو، واكس ديت يبقى بواحد. يبقى لما يكون اكس بزيرو هتنفذ عمليه الترانسفير، لما يكون اكس بواحد هينفذ عمليه الجمع، وبعد كده هيقلب في ار واحد. تعالى نرجع تاني كده اهو، يبقى انا عندي ار واحد وار اثنين، وعندي ادر ار واحد وار اثنين، هيخشوا الادر ويطلعوا ناتج. يبقى السهم ده يا جماعه اللي هو عمليه جمع ار واحد زائد ار اثنين، ها، والسهم ده عمليه الترانسفير بقى ار اثنين. انا هدخل الاثنين يا جماعه، مش انا عندي دلوقتي، نرجع تاني اهو، عندي مين الديستنيشن في الحالتين؟ ار واحد، بس مره هياخد المجموع ومره هياخد الترانسفير بتاع ار اثنين. يبقى انا هدخل الاثنين دولت على مالتيبلكسر. الدخل الاول، خلي بالك من الترتيب مهم وخطير جدا، الدخل الاول يبقى ار اثنين. ليه؟ ليه يا جماعه ار اثنين؟ لان لما يكون اكس بزيرو بيحصل عمليه ترانسفير، صح؟ طيب اسف معلش، ها يبقى لما يكون اكس بزيرو هيبقى عمليه، يبقى لما الاكس ده دخلت الاكس مباشره. طب انا يا جماعه ما عملتش ليه اكس اند تي واكس داش اند تي؟ لان لاحظت ان انا لو جمعت التو كونديشنز دولت، لو تفتكروا لما كنا بنعمل الاختصار، لو قلنا مثلا ايه اكس داش تي زائد اكس تي، تمام، لو خدت التي عامل مشترك هيبقى لي ايه اكس داش زائد اكس تقريبا اللي هي بكام، لا تقريبا يعني طالما تي، لا اسف معلش مش دي، انا اقصد ايه، طالما تي كومن في الحالتين يبقى هل تي ليه تاثير؟ لا، يبقى تي ملوش تاثير، يبقى التاثير كله منصب على مين؟ على الاكس. لو هي داش يبقى هينفذ ار2 تودي الار1، لو هي مش داش يبقى هيعمل عمليه الجمع. بس ده باختصار شديد. فهمنا الجزئيه دي؟ تعالى كده نشوف اهو. يبقى انا هدخل اكس مباشره كسلكشن، لما اكس دي يا جماعه تبقى بزيرو يبقى الاوتبوت بتاع المالتيبلكسر هيبقى الداخل رقم زيرو اللي هو ار2، هيروح فين ار2 ده؟ يطلع بقى من المالتيبلكسر كده ويرجع يروح لار1. جميل. طيب
لو الاكس دي بواحد مثبته، يعني مين اللي هيبقى، مين اللي هيطلع من الدخل ده؟ هيبقى خارج الادر هو اللي هيطلع من المالتيبلكسر يو ار ار 1، وده يبقى نفذ الايه المطلوب اللي موجود في المساله دي. تمام، هنقف لحد هنا في الجزئيه دي، وان شاء الله في الفيديو الجاي نكمل الشيت باذن الله.